أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن النجاح يصنع ولا يمنح، والإمارات دولة لا تعرف المستحيل ولا يوجد سقف لطموحاتها أو أحلامها، مشيرا إلى أن إنجازات الدولة خلال 50 عاما الماضية دليل على أننا قيادة وشعبا نستطيع تحويل الأحلام إلى واقع مزدهر. جاء ذلك خلال مشاركة سموه في حلقة نقاشية في انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل، وذلك تحت شعار واقع جديد آفاق جديدة، بمشاركة نخبة من كبار القادة وصناع القرار من مختلف دول العالم ومجموعة بارزة من الخبراء في مختلف المجالات، بالإضافة إلى أكثر من 13,000 شاب وشابة من مختلف أنحاء دولة الإمارات والعالم. وأكد سموه أن مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل هو تجسيد لنموذج التحديث والتطوير في دولة الإمارات، ويجمع الشباب من الجيل الجديد بالجيل القديم من القادة والمتخصصين الذين يحملون الخبرات والمعرفة لنقلها للأجيال القادمة. وأشاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بدور الشباب في نهضة الإمارات منذ قيام الدولة على يد الآباء المؤسسين، معربا عن تفاؤله بمستقبل باهر لدولة الإمارات بفضل تعاون وتآزر الشباب في العمل على مختلف القضايا الشبابية والوطنية وخلقهم نموذجا لتعايش وانسجام مجتمع الإمارات. اليوم بالإنجازات المتحققة تحديكم مضاعف، وأنا متأكد أن الجيل اليوم مو بس قادر ولكن مهيأ أن يجعل 50 سنة القادمة في الإمارات أفضل وأقوى وأحسن. اللحظة اللي أي جيل أو أي فرد يعتقد أنه وصل، هني تبدأ مسيرته في الفشل. فالتعلم المستمر وايد ضروري، وهني لما نتحدث عن تعلم، نحن ما نتكلم عن التعلم يتوقف في البيئة المدرسية أو الجامعية، ولكن الإمكانيات المتاحة اليوم لجيلكم تجعلكم أو تفرض عليكم أنكم تبحثون عن العلم، تبحثون عن تطوير ذاتكم، وتبحثون أيضا عن تغيير حتى قدراتكم في العمل ومساراتكم في العمل. الشخص أو المؤسسة أو الدولة اللي تصل إلى مرحلة من التجمد وما تستطيع أن تنمي قدراتها وتغير من تطلعاتها، يصبح مفهوم النمو في هذه الدولة يتعثر. أنا متأكد أن الإمارات مو بس بتحقق خطوات أكبر في المستقبل ولكن بتضاعف من خطواتها.